مرحبا بكم في هذا الفيديو. وشهد شاهد من أهلها. اسمع وزير الداخلية الأسبق المغربي وش يقول على قضية الصحراء الغربية. لو بدأنا بقضية الصحراء مثلا، ارتبط اسمك بهذا الملف خلال الفترة التي قضيتها في السلطة؟ هناك من كان يعتقد أنك كنت تعرف عن الملف أكثر مما يعرفه وزراء الخارجية المتعاقبون في المغرب. الآن أثارت تصريحاتك بعض الجدل. هناك من يرى إذا فشل السيد إدريس البصري في إيجاد حل لمشكلة الصحراء خلال 25 سنة في السلطة، كيف يجدها الآن وهو في منفاه الاختيار في باريس؟ أولا أنا لا أطالب أو لا أريد أن أكون الرجل الذي يجد حل. قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها، الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يدي الأمم المتحدة. أقر بمطالبة من المغرب ومن جلالة الملك الحسن الثاني موحد المملكة المغربية، المغرب والحسن الثاني رحمه الله هم الذين طلبوا بإجراء استفتاء في الصحراء.